السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات مدونة المكونة التعليمية. في هذه الحلقة سأقدم لكم أداة مهمة لتحليل أي مشكلة بسهولة ووضوح. هذه الأداة تسمى مخطط السبب والأثر. مخطط السبب والأثر يسمى أيضا مخطط إيشيكاوا نسبة إلى العالم الياباني عالم الجودة إيشيكاوا، ويسمى أيضا مخطط هيكل السمكة لأنه يشبه هيكل السمكة. كيف يتم تحليل أي مشكلة بهذا المخطط؟ يكفي أن يتم رسم المخطط ثم تحديد المشكلة في رأس الهيكل، وعلى مستوى الفروع يتم تحديد الأسباب الرئيسية، وكل فرع من هذه الفروع الرئيسية يتم من خلاله تحديد مجموعة من الفروع الثانوية أو الأسباب الفرعية. لفهم أكثر هذا المخطط لنأخذ المثال التالي. مثلا نريد تحليل مشكلة الهدر المدرسي، نقوم برسم هيكل إيشيكاوا، وعلى رأس الهيكل نحدد اسم المشكلة التي هي في هذه الحالة الهدر المدرسي. ثم على مستوى الفروع الرئيسية نحدد الأسباب الرئيسية للمشكلة، اجتماعية، اقتصادية، نفسية، مدرسية إلى آخره. وعلى مستوى كل فرع رئيسي أو سبب رئيسي نحدد الأسباب الثانوية أو الأسباب الفرعية. وبهذه الطريقة نكون قد حللنا مشكلة الهدر المدرسي بطريقة أو بتقنية إيشيكاوا.